نحن اليوم جايين ومبتسمين وببالنا انه نسمع قصص كتير حلوة وبتجنن، بس للأسف الحكاية اللي حأحكيها اليوم هي حكاية بتزعل شوي. من فترة انتقلت جارة جديدة وسكنت قدامي، كانت لطيفة بس عطول كانت تتصبح وتتمسى بخناقة هي وزوجها، حتى تعالت أصواتهم بيوم من الأيام واتهمته بالخيانة لتكون ردة فعله هي ضرب راسه بالحيط مرات عديدة حتى سال الدم منه. ومع مرور هذاك اليوم وهربة منه إلا أنه بتفاجأ بعد أسبوع برجعتها لعنده وتكراره لضربه وشتمه. هلأ يمكن نقول أنه هالمرأة لازم تهرب ولازم تدافع عن حالها ولازم تتطلق ولازم، بس المسألة مو بهي البساطة، لا بالنسبة إلها ولا بالنسبة لملايين النساء حوالين العالم المعرضات للعنف. أنا ندى الشيخ واليوم رح أحكي لكم لكتير نساء مثل جارتي أو نساء بتعرفوهم بشكل شخصي بيختاروا البقاء مع شريكهم رغم العنف والإساءة المتكررة. حسب منظمة الصحة العالمية 736 مليون امرأة من المعرضات للعنف على يد الشريك بأنواعه الجسدي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي والجنسي بيختاروا بكامل إرادتهم البقاء معه. بس شو السبب؟ منفكر نحن أنه تخطي أو تفادي علاقة مؤذية هو شيء سهل، بس العنف الزوجي غالباً ما بيبدأ بشكل بسيط وبيزيد مع الوقت، ومع ذلك بيختار بعض النساء البقاء بهي العلاقة أو حتى الدفاع عنها وتغطية الكدمات والضرب المبرح بالفاونديشن والتمثيل إنه ما صار شيء وضرب الحبيب زبيب. السؤال، كيف بيقبل أي كائن عاقل بهيك وضع؟ هاي التساؤلات حيرت العلماء على مر سنين، ومن بين التفسيرات المطروحة لفهم هاي العلاقة هي نظرية التنافر المعرفي، وهي لما بيتصارع مبدئين داخل عقل الضحية، فمن جهة هي بتعرف إنه البقاء بهيك علاقة غير مقبول، ومن جهة تانية برأيها هي لازم تلتزم بهاي العلاقة لأسباب مختلفة. هون بصير في تنافر بعقل الضحية بيدفعها لتغير أحد المعتقدات ليتناسب مع الثاني، أو تقلل من أهمية هذا التنافر والتضارب عبر تبرير تصرفات المعتدي وعدم الاعتراف بالإساءة، وبتحاول تبرز سلوكيات إيجابية للشريك، خصوصاً وأنه المعنف بعد كل إساءة بيحاول يصلح الوضع وبيقدم أعذار أنه ما يكرر العنف. أوقات حتى الضحية نفسها بتعتبر حالة مسؤولة عن تصرفه وبتقول أنا استفزيته وما كان لازم أحكي هيك، بالإضافة لتدخل عوامل كتير مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي ومستوى التعليم ودعم الأسرة والمقربين والضغوطات الاجتماعية والنفسية على المطلقة وصعوبة تكفلها بنفسها وأطفالها في حال هجرة الشريك. لهيك بيتطلب من الضحية وقت ومحاولات كتير قبل الخروج نهائيا من هاي العلاقة. هاي القصة بتخلينا نسأل سؤال نسأل كتير قبل هلأ، واللي هو ليه العنف ضد النساء لساته موجود بمجتمعنا على الرغم من محاولاتنا المتكررة للتوعية عن الموضوع؟ العنف ضد النساء وكره النساء مرتبط بمصطلح اسمه الميزوجينية. الشخص الميزوجيني هو شخص بيكره المرأة لمجرد أنه هي امرأة، وبيترجم مشاعر الكره هي عبر العنف والتحرش الجنسي وقمع المرأة والترويج لصور نمطية عنها. طيب يا ترى الميزوجينية والنظرة الدونية للمرأة كانت من قبل؟ الإنسان البدائي اعتمد على عيشه بقوته العضلية، وبهديك الفترة كانت النساء خارجة عن دائرة الصراع لأنها بالأساس كانت محوره وكانت تعتبر ممتلكات وبضاعة متبادلة بين الأشخاص. وفي عدة ناس آمنوا بهي النظرية أن سبب اعتبار المرأة كائن دوني وأقل مرتبة من الرجل. النظرية الثانية هي قدرة المرأة على الحمل والولادة، وأنه الرجل كان يخاف من قوة المرأة يلي منحتها ياها الطبيعة، فهي عندها قدرات الحمل والولادة يلي هو ما بيملكها يلي هو بس جزء بسيط منها، لهيك الرجل كان لازم يحجم خوفه من المرأة عبر فرض سيطرته عليها، ولهيك كانوا يزوجوا النساء من عمر مبكر ويحصروا دورهم برعاية الأطفال والعناية بشؤون المنزل. النظرية الثالثة هي نظرية آدم وحواء، وبيقولوا لك إذا حواء نزلت آدم من الجنة على الأرض شو متوقعت منها تعمل؟ وبهي النظرية قالوا إنه المرأة هي أصل كل شرور الأرض. بهالثلاث نظريات حصر دور المرأة بكونها وسيلة متعة فقط، ودورها بكونها أم ومربية ومعتنية بشؤون المنزل مو أكثر. وانتقلت هي الثقافة لعنا اليوم وتطورت عبر شكل أفعال لساتها موجودة مثل العنف الزوجي وختان الإناث والتزويج المبكر وحرمان الفتيات من التعليم وإلى آخره. على فكرة الميزوجينية لساتها مش موجودة بمجتمعنا وأحياناً عم بتكون بمباركة القانون، فكثير من الدول العربية من الأردن ولبنان وسوريا
تعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج الضحية، وتخفف العقوبة على مرتكبي جرائم الشرف لأنه ما عليه كان دمه حامي وفقد سيطرته على حاله شوي. وباليمن بيعتبر وصي المرأة هو له الحق بتحديد شريك حياتها، ولما بتتزوج بتلتغى كل حقوقها القانونية وبتصير مرتبطة بحقوق الزوج فقط. كثير من الدول العربية لسه مو معترفين بالاغتصاب الزوجي، ولسه موجود حق الحيار يلي هو حق موجود عند بعض العشائر وبيمتلكه أي شاب بالمجتمع العشائري، وبيتيح له زواجه من بنت عمه، وإذا رفضت ممكن تنقتل بكل سهولة. هلأ يمكن نقول إنه القوانين ما عادت موجودة أو إنه تعدلت وصارت حقوق النساء بالعالم العربي محمية، خصوصاً بعد توقيع عدة دول من بين الدول اللي ذكرتها سابقاً وقعوا على اتفاقية سيداو يلي هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بس للأسف كل الدول العربية تحفظت على القوانين اللي بتخص الزواج والعلاقات الأسرية، ومن بين المادة 2 مطالبة بإلغاء الأحكام الجنائية التمييزية ضد المرأة، وسبب التحفظ الأساسي هو إعطاء أعذار مخففة لمرتكبي جرائم الشرف. كمان تحفظوا على المادة 15 اللي بتمنح المرأة نفس حقوق الرجل فيما يخص الحركة والمسكن، وسبب التحفظ الأساسي هو ربط المرأة بولي أمرها. وكمان تحفظوا على المادة 16 يلي بتعطي المرأة والرجل نفس الحقوق فيما يخص عقد الزواج وحضانة الأطفال. تحفظات على هاي القوانين خلت يصير في خرق وتساهل فيها، خصوصاً وأنه النساء بمجتمعنا العربي لسه ما بتعرف حقوقها بشكل كامل، ولسه بتخليها تخاف في حال تعرضت لأي اعتداء من المجتمع ومن العائلة، وإذا طلبت الدعم من عائلتها ممكن ما يوقفوا معها. طيب سؤال تاني، لسه نظرة الازدراء والمجتمع موجودة بعصرنا الحالي؟ نظرة الازدراء والتعالي على المرأة تطوروا من كونها أداة للمقايضة إلى التركيز على حصر دورها بعمل المنزل. يعني بدي فرجيكم مثال بسيط عن استمرارية هذا النوع من التفكير. هذا الإعلان معروض عنا بالبلد، ليفة جلي بتبيض الوش. هلا كحدا بيشتغل بالسوشيال ميديا والاعلانات فيني اقول انه العنصر البصري الوحيد الغير متناسق فيها هو صوره البنت، فانعكاسها حلو على المرايه بس في غلط بالصوره الحقيقيه. بس كحدا نسوي فيني اقول انه هالاعلان خرق صور نمطيه لا تعد ولا تحصى. اعلان اعطى المراه ادوار نمطيه ومحدده وحصرها فيهم لتكون امراه بتستحق النظر اليها. مثال ثاني فرجينا إعلانات التجميل المبتذلة يلي للأسف بتفرجي إنه المرأة لازم تكون كائن متكامل ومثالي، وببساطة إذا ما عليها هيك بدلها كأنها شيء منتهي الصلاحية. مثال ثالث للأسف ارتباط كلمة ليش بجواب لأنك حريمة، وأي سؤال ليش بيكون جوابه لأنك حريمة. وحتى لو نحن عم نحكي هالكلمة بالمزح ما بنعرف إنه عم نخلق صورة نمطية بدنا نشتغل عليها أكثر لحتى نقدر نعدلها. كمان بدي فرجيكم نبذة عن فيديوهات نتعرض لها على السوشيال ميديا. أقوى مشهد بنت أبو عصام بالقرعة وصورها معبية الجرايد. أقوى المشاهد الشيخ نازل خبط لبط بمرته بنت الزعيم أبو عصام وأهلها ردوا له الساعين. تعرض لبنت الزعيم بنص الحارة واتهمها بشرفها وأبوها صدق وحط الحد عليها. بليلة الدخلة رجع مرته عبيت أهلها واتهمها بالعيبة. هاي الفيديوهات بنتعرض لها يومياً على السوشيال ميديا، وحتى أطفالنا بيتعرضوا لها. عم بترسخ مفهوم التمييز ضد المرأة بكل أنواعه، التمييز العرقي والعنصري والطائفي والديني. ولو بدنا نوقف دائرة التحيز هاي ضد النساء، لازم نبلش توعية أطفالنا من لما يكونوا صغار، أو حتى قبل، من لما تكوني حامل وتسمعي جارتك عم بتقلك لك روحي الله يكحل عيونك بالصبي، أو تقلك يا حرام هي خلفتها كلها بنات، والله أم البنت مسنودة بخيط وأم الولد مسنودة بحيط. صار الوقت لنغير هاي النظرة عن المرأة بأفعال جد حقيقية وبتعمل فرق. خلينا نبلش نقول كلمة ضد كل جريمة ضد النساء نحكيها اليوم على السوشيال ميديا، وننظم مسيرات وفعاليات ومؤتمرات بالمنظمات اللي كتار مننا مننتمي إلها. حتى أنت فينك تكون التغيير لما بتبدأ من شركتك الخاصة، وبيبدأ التغيير من لما تكون موظف حكومي، لأنه كلنا قادرين نكثف جهودنا بالتعاون مع الحكومة لنغير القوانين اللي ضد المرأة بدون إجبارها على زواجها من المغتصب، ومعاقبة قاتليها بجرائم الشرف بدون تخفيف العقوبة، وتجريم ختان الإناث والاغتصاب الزوجي وإلغاء بيت الطاعة نهائياً. حتى فينا إنه نغير القوانين اللي بتخص التحرش اللي هي ما مطبقة بشكل حقيقي. كيف فينا نبلش بفعل حقيقي من حالنا؟
نحن اليوم شباب وصبايا ومنشتغل بمجالات كتير، ودائرة العنف والتحيز ضد النساء ما رح توقف لما نكون عم نحكي نكت مثل والله حكي وحكي نسوان وبسوق مثل النسوان، ولا بتوقف لما نضل نستخدم المرأة كشتيمة لإهانة الطرف الآخر. هي الدائرة بتوقف فقط لما نغير من سلوكياتنا اليومية ونخبر أخونا الصغير إنه إيه أنت عادي تبكي وتعبر عن مشاعرك، وإنه المرأة عادي تسوق مسكلات، ونلغي من قاموس تربيتنا لأطفالنا كلمات نحن تربينا عليها مثل أنت صبي معلي وأنت بنت لا. خلينا نكون ملتزمين بتربية أطفالنا ببيئة غير معنفة ومتوازنة وعلى أساس متساوي الحقوق والواجبات، وليس على أساس جندري كاره للجنس الآخر. اسمحوا لي أعرف عن حالي مرة تانية. أنا ندى الشيخ وبشتغل بمجال التدوين، وبلشت بكتابة قصص لأحكي عن العنف ضد النساء. أنت أو أنتي شو عملتوا؟ شكرا لكم.